من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا سويا.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. قال إنما أنا رسول ربك. قال قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال ولنجعله آية قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
فنادى جعل ربك تحتك سنيا وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فانفودي إني نذرت للرحمن فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في صبيا وما كانت أمك
فأشارت إليه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا
ولم يجعلني جبارا شقيا قاری محمد جمال شہاب مصر وارہ